السلام عليكم. أعلن وزير الصناعة في بحر الأسبوع الماضي عن إنشاء 3 مناطق صناعية للنشاطات الصناعية، إذن في 3 ولايات، واللي هي ولاية بجاية وولاية بومرداس وكذلك ولاية تلمسان. وهذه المناطق الصناعية الثلاثة هي الآن جاهزة 100% لاستقبال المستثمرين اللي يحبوا ينشطوا في الميدان الصناعي. وللعلم أنه المنطقة الأولى التي تقع في ولاية بومرداس فيها 136 هكتار، والمنطقة الثانية تقع في المنطقة الأولى اللي تقع في بومرداس تقع في بلدية 14 إذن اللي فيها كما قلنا 136 هكتار، والمنطقة الصناعية الثانية اللي تقع في بجاية تقع في منطقة القصر واللي فيها 176 هكتار، وكذلك المنطقة الثالثة التي تقع في ولاية تلمسان تقع في ولاية في بلدية أولاد بندامو إذن وفيها 103 هكتارات. وهذا البرنامج نتاع إنشاء المناطق الصناعية الجديدة هذه يدخل في ضمن برنامج نتاع إنشاء 6 مناطق، وكاين 6 يعني بقى 3 مناطق راهي قيد الإنشاء تقرب النهاية تاعها، واللي تقع في منطقة الأولى في سيدي بلعباس ب60 هكتار، والثانية في قصر البخاري ولاية المندية ب200 هكتار، والثالثة تقع في ولاية غردايا في منطقة واد نشو إذن بمساحة 100 هكتار، وهذه تكلمنا عليها في كان في صدد الفيديو عن يعني مصنع الأنابيب تاع غردايا، تكلمنا على المنطقة الصناعية هذه تاع واد نشو اللي فيها 100 هكتار. إذن هذه هي 3 مناطق راهي جاهزة و3 راهي قيد الإنشاء، يعني تقرب الأشغال النهاية نتاعها اللي تقوم بهم الوكالة الوطنية لتسيير المناطق الصناعية وتسيير العقار الصناعي. إذن لانيرف هذه هي انيرف لاجونس ناسيونال دو ريغولاسيون اي دانترميدياسيون دي زون فونسيير دونك دون دومين اندستريال. إذن هذه هي يعني خبر رائع والهام جدا، هو الإنشاء مناطق صناعية، واللي العلم أنه هذه المناطق سوف تخلق حوالي 60,000 منصب شغل بين يعني المناطق الصناعية الثلاثة هذه اللي تم إنشاؤها إذا يعني تم استثمارها كلية وتطوير الصناعات يعني النشاطات الصناعية فيها. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.